أمريكا تكسر حظر تركيا دخول السفن الحربية إلى البحر الأسود بدعوى تطبيقها لبند في اتفاق مونترو، واستغلت سفينة الحرب الأمريكية ظروف الزلزال التي مر بها الأتراك وكسرت هذا الحظر، وهذه أول سفينة أمريكية منذ بداية حرب أوكرانيا تدخل البحر الأسود. ونشرت جيروزاليم بوست الإسرائيلية الخبر، ودخلت اليو اس اس نيتزي مع صواريخها من توم هوك، وهي المعروفة تحت دي دي جي 94. ومنذ غشت 2022 وهي جزء من الفريق القتالي لحاملة الطائرات جورج بوش. ومعلوم أن هذه السفينة الحربية الأمريكية وصلت في 3 فبراير 2023 إلى تركيا في زيارة رسمية، ونشر الخبر في موقع الأسطول السادس، وعادت إلى الميناء اليوناني بيري، وبعد الزلزال عادت وكسرت الحظر ودخلت مباشرة إلى البحر الأسود. وآخر سفينة أمريكية كانت سفينة حربية أمريكية كانت في البحر الأسود في ديسمبر 2021، وطيلة هذه المدة كان محرما على القوات الأمريكية البحرية دخول هذا البحر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة منذ بداية ما سمي بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أو الحرب الأوكرانية الروسية يوم 24 فبراير 2022، ظهر أن أمريكا اليوم ترد مرتين، ترد الصاع لتركيا التي حرمتها فاستغلت زلزالها من أجل تجاوز قرارها بخصوص مونترو، فلم تعد هناك القوة التي يمكن أن تحجب حقيقة أمريكا، وقد فعلت منذ ديسمبر 2021 وإلى الآن. وترد من جهة أخرى على دخول غورشكار هذه الفرقاطة مع تسيركون إلى الأطلسي والمناورات التي كانت هناك. والأطلسي عرف لقطتين مشهدين عجيبين وتاريخيين. الأول وجود غورشكار هذه الفرقاطة مع صواريخ تسيركون وأيضا مع المناورة، يعني وصول إلى 900 كيلومتر إلى آخر ما سبق أن قلناه. إذن أمامنا غورشكار وأمامنا المنضاد الصيني، لقد اجتمع معا ليؤكد أن الأطلسي ليس أمريكيا، وعاد الأمريكيون من جهتهم واستغلالا للظرفية التي تعيشها تركيا من أجل كسر الحظر والدخول إلى البحر الأسود، اعتبارا للرد أيضا أن هذا البحر الذي منع من الأمريكيين بقرار تركي روسي اليوم سقط ودخل الأمريكيون البحر الأسود. والسؤال المطروح الآن حقيقة، هل لا يسعف كل هذا القول أن حركة هذه المدمرة والتي أتت من أجل إنجاز مثل هذه الأجندة وكان دخولها ضروريا، ألا يساعد كل هذا في فهم ما جرى في تركيا؟ إذن هناك شيء ما لا يزال غير مفهوم في مثل هذا الكسر، كسر الحظر، وقد أتت نيتزي لكسر الحظر وبقيت ما بين تركيا وما بين بيري في اليونان إلى حين أن تم الزلزال ثم كسرت. وقبل رحلتها كانت متأكدة أنها ستكسر هذا الحظر، وتركيا وبالوثائق الرسمية لا وجود بأي حال لمثل هذه الزيارة أن تكون أو أن تكسر هذه السفينة الحربية الأمريكية حظر تركيا، إلى أن وقع الزلزال وهنا وقع شيء آخر. إن الزلزال، تطوير الزلزال، تدمير إضافي على الزلازل، كان واضحا أن أمرا ما حدث.
ليس فقط لأن الأمر يتعلق بستريم هذا الذي ربط بين روسيا وألمانيا، فكان واضحا أن هناك عملية سابقة لمحاولة قطع العلاقات الغازية الألمانية الروسية، والآن أيضا هناك كسر لهذه التفاهمات التركية الروسية، وحاليا كسرت أمريكا حقيقة هذا الوضع. إذن أمامنا شيء دقيق للغاية بخصوص هذه السفينة، ولماذا حضورها، ولماذا كانت تنتظر إلى حين أن أكدت في الموقع أنها ستكسر الحظر. والأتراك رفضوا وعادت إلى بيري في اليونان وانتظرت إلى حين أن كسرت. فهل الأمر يتعلق بقوة أمريكية خارقة؟ قد يكون الأمر كذلك، لكن ليس قوة خارقة. الأمر يتعلق مباشرة بقيام بعمليات استراتيجية هذه المرة لم يكن يعرفها العالم قبلا، لأن أمريكا حاربت صدام حسين بعد حصاره وبعد منع الغذاء والدواء، وبالتالي كل ما يتعلق بأسباب القوة. وأيضا الأمر بالنسبة لأفغانستان، فكان واضحا بالنسبة للطالبان التي لا يمكن استخدام القوة المفرطة، هذه القوة التي نعتبر أن القوة المفرطة في الاستخدام داخل الكلاسيكي، ليس هذا المقصود، فهذا دائما الأمريكي يتجاوز كل القوانين في معاركه، فهذا أمر معروف. إنما المقصود تلك العمليات الاستراتيجية ضد دول، دولة ضد دولة، ودولة بكل إمكانياتها والأخرى بكل إمكانياتها، وتستخدم أعلى التكنولوجيات وأيضا أعلى وأكفأ الجنود من أجل إنفاذ عمليات خاصة. إذن دخل العالم العمليات الخاصة، وبالتالي أصبح هناك رسائل قوية للغاية منذ غورشكوف في الأطلسي، ومن ثم المنضاد باتجاه الأطلسي، وأيضا الآن المناورات الجنوب أفريقية الروسية الصينية في جنوب أفريقيا وفي الأطلسي، كل هذا من أجل الأطلسي. هذا التحول في الأطلسي هو الذي ينقل الآن إلى البحر الأسود، وأيضا مع رومانيا، وسيأتي البريطاني. وفي هذه الحالة فإن المعركة القادمة حول القرن، والتي حددها الجنرالات الأمريكيون وقالوا بالصيف، وقال بنورتش في الصيف، يعني إن لم يكن الأمر فهذا يعني الوصول إلى مرحلة استثنائية بجميع المقاييس، تستخدم فيها الآن أسلحة دمار شامل دون الإعلان، إما من خلال البحر بعمليات، إما في قطع أنابيب، وإما أيضا في إطلاق هزات إلى آخره، أو المساعدة في المزيد من إطلاق الهزات، أو تفعيل هزات موجودة من أجل المزيد من التدمير. كل هذا يعني مباشرة أننا دخلنا إلى أسلحة دمار شامل، هذا هو واقع الحال. وما نلاحظه الآن أن هناك نوع من الرهان على مثل هذا الإطار الذي سيحدد مستقبل الأيام، وستكون أكثر سوادا مما سلف عند الكثير من الخبراء على وجه التحديد بعد الذي حدث، وبعد دخول العالم إلى مرحلة ما سمي بالعمليات الاستراتيجية، أي العمليات الخاصة الاستراتيجية، وهذا جزء لا يتجزأ من عمليات الدول الكبرى التي الآن يدفع ثمنها الجميع. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية، منذ غشت 2022 التحقت هذه المدمرة، وهي من توم هوك، ومعلوم أن أيضا هناك صواريخ MQ-1 في هذه المدمرة، وهي 96، يعني ما لدى الروس من 4 فرقاطات موجهة مباشرة للكاليبر،
نجدها في 96 نفسها، 96 هنا و96 هنا. معنى ذلك أن 96 MK1 من جهة، وأيضا هناك توم هوك، ويمكن في هذه الحالة تدمير القرن ببساطة شديدة. الآن اقترب الحسم، إما أن سيركون يمكن أن تواصل، ويمكن في هذه الحالة تدمير جزر قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية أو قواعد قريبة أو غيرها. المهم أن الآن أمريكا تقترب من هدفها القرم، وأيضا روسيا تقترب بشكل كبير من الشاطئ والساحل الأطلسي لأمريكا. إن هذه الصورة صورة صعبة معقدة للغاية وحاسمة جدا، لأن نيتسي عندما نؤكد أن الدي دي جي 94 وبهذا التسليح العالي من توم هوك وأيضا الصواريخ ذات الإطلاق العمودي بالنسبة للإم كي وان، فكل هذا وموجه باتجاه القرم، هذا يطرح سؤال شديد الأهمية. اليوم يعترف فعلا الروس من خلال أكثر من جريدة ما نشرته جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن حالة الدخول قد تمت، يعني أن بالنسبة لأمريكا لم تستأذن تركيا في دخولها الآن للبحر الأسود. هذا تطور استثنائي، لذلك فقد طرح سؤال حول قواعد البحرية على وجه التحديد. وأيضا بالنسبة لسد أتاتورك، هناك إعادة تقييم لهذا الوضع، إعادة تقييم لجميع القواعد البحرية بالنسبة لتركيا، فالأمر صعب للغاية. وبالتالي فإن كأن تركيا تحت ضربة نووية، لذلك فحالة الشل الكامل يخاف منها الآن خصوصا البحرية، الأدميرالات الذين أعلنوا بشكل واضح وكاشف بأن أمريكا تهدد هذه المرة بالاجتياح. الأمر لا يتعلق فقط بدخول إلى البحر الأسود، وإنما أيضا بسيناريو 2002 حول اجتياح تركيا. وبالتالي فإن الأمر اليوم ما بين الاجتياح من قاعدة الآن موجودة في سوريا ويمكن أن تتعاطى مع وضع فيه اشتباك، وفي هذه الحالة سيكون صعب جدا إدارة وضع لم تقيمه بعد الزلازل، خصوصا بالنسبة لأربعة على الأقل أربع قواعد بحرية مهمة جدا، الكل أصيب بطريقة أو بأخرى، وهناك إعادة تقييم للوضع لأن هناك تدمير هائل لتركيا. لذلك فقد تجاوز الأمريكيون تركيا، والذي كان لا يعتقد بأن تركيا كانت قوية فقد منعت، ومباشرة بعد ساعات من الزلزال وجدنا دخول أمريكا إلى البحر الأسود. هذا يعني الكثير لروسيا وأيضا للذين كانوا ضد تركيا في روسيا، اليوم يعانون من أول يوم في أول يوم تضعف فيه تركيا، وجدنا مباشرة أمريكا تسيطر وتدخل إلى البحر الأسود. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.